اهلا وسهلا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. غسيتنا اليوم كيك سيترون من قبل ما تحضروا، واسهل زادة ما تحضروا، مكونات بسيطه خفيف يجيكم روعه. يلا تابعوني نشوفوا مع بعضنا طريقه تحضير غسيتنا ان شاء الله لليوم. نبدأ بسم الله باش ناخذوا اول حاجه 4 كعبات عظم، 4 كعبات بيض بحراره الغرفه، باش نزيدوا عليهم ساشي سكر فاني 7 غرامات، وباش نزيدوا عليهم كاس ونص سكر. الكاس هذا يهز 150 غرام، وهو بيدو مش نعتمدوه في كامل الوصفة، هكيكا نسهل عليكم. ماذا بيكم الكاس مش تستعملوه تكملوا بيه ليزانغريديون تاعكم الكل. دونك توا باش ناخذوا الفوي، مانيش باش نستعملوا حتى اباغي، باش نبداو نركضوا مليح 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 العظم هكا بالفوي لين يتضاعف الخليط شويه ويولي لونه يميل للابيض، ونبداو نزيدوا كاس الزيت. الكاس الزيت ما نصبوهش كله مع بعضه، هكا بشويه بشويه ونحركوا بشويه بشويه ونحركوا باش نشحن لكم الكيك وتجيكم خفيفه وعاليه والكل. وزيت ورا وزيت نباتي باش تجيكم خفيفه، نحركوا بالكدا بالكدا. توا بعد ما تجانس الزيت مع الخليط بالباهي باش نزيدوا كاس حليب، كيف كيف نزيدوه بشويه بشويه ونحركوا. توا باش نزيدو عصير متاع كعبتين ليمون، كعبتين قارص، تجيكم اشتر الكاس اللي استعملناه، وباش نزيدو عليهم الزيست متاع كعبة قارص نبرشوها المبشور متاعها هذاك، نحطوه في الكيك يبنن على الاخر ويعطي جو سبيسيال للكيك او سيترون. توا بعد ما كملنا حركنا الليكيد الكل، باش نزيدو النواشف اللي هي الفارينة بتبيع يلزمها تتغربل. دونك باش ناخذوا بنفس الكيس 3 كيسين فرينه. توا باش نزيدو عليهم ساشي ونص خميرة حلويات مقدار 15 غرام، خاطر الساشي هذيكا فيه 10 غرام، دونك باش ناخذو ساشي ونص نغربلوهم مع الفارينة، وناخذو الفوي بشوية بشوية نبداو نحركو لين يتجانس الخليط الكل وتتنحي هاك الكعابر هذيكا متاع الفارينة. فوالا، توا بعد ما كملنا باش ناخذوا الطبق الفور ولا البيريكس هذاك البلار، ندهنوه بالزيت بالمسبق، نحطوا فيه الخليط الكل، وبالطبيعه لهنا نحلوا الفرن تاعنا على 180 درجه من فوق ومن لوطه، نخليوه يسخن بالمسبق. توا باش ننفضوه هكا بالكدا باش نحك الفقاعات الكل، وناخذوا فرشيطه ولا كيلدون ونعديو في وسط الكيك باش نخرجوا الهواء الكل. وتوا ما بقى لنا كي نحطوها في الفور تيب على روحها
هكاك مدة 25 دقيقة. وهذه النتيجة ما شاء الله ريحتها فيوحة، تعمل 66 كيف. خليتها بردت بطبيعة، الكيك ما نمسوهش هو سخون سينو راه يتفترش لكم. نخليوه يبرد كي على روحه ونرجعوا له نحيوه من القالب. هكا خديت سكينه باش نحي نحلك الجناب الكل. خرجناها من القالب كما تشوفوا، ما شاء الله نودكم ومنشهيكم حسيلو. جيت عالية خفيفة بنينة، سكرها معدل، تعمل 66 كيف. توا مبقالنا كان باش نحضرولها الجلاساج اللي هو عبارة على 3 مغارف من السكر بودر، سكر المحور، باش نزيدو عليه مقدار مغارفتين هكاكا متاع ماكلة جو سيترون ونحركوه. هذا هو الجلاساج متاع الكيك متاعنا، يعطيه بنة على بنة، وكل جو سيترون هكا من الفوق مع السكر المحور، تعمل 66 كيف. هذاك علاش راهو حطيت كان الكونتيتي هذيك متاع السكر، خاطر بالجلاساج هذا يزيد يعطيك الحلاوه وكل بنه من فوق. دونك ما تحطوش اكثر من هكاكا سكر، ماذا بيكم الكيك من داخل يبدا ناقص شويه سكر باش ما تجيكمش حلوه برشا. حطيت الكونتيتي هذيك من الاول، وبعديك زدت عملت كونتيتي اخرى، خليته يشربها هكا الكيك، عملت كونتيتي اخرى زدت حطيتها هكا فوق الكيك، زدت زينت بيها. وهذه هي الغسيت متاعنا اليوم، جربوها وما تندموش بقدرة الله. ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنسيوش كالعادة لايك على الفيديو، ابوني عشان يوتيوب، نستنى الكومنتار متاعكم. مرحبا بكم الناس الكل، وصحة وبالشفاء.